تدخل الحرب عامها الخامس، ومعها تدخل العملية السياسية والحزبية عاما آخر من الجمود وانعدام الفاعلية. في هذه الحلقة من فضاء حر نناقش أداء الأحزاب وطبيعة العملية السياسية في هذه المرحلة. أهلا بكم. خلال 4 أعوام بقيت الأحزاب اليمنية خارج الفاعلية مكتفية بإصدار البيانات التي يظهر أنها لم تخلف أي أثر سياسي على الواقع. يقول البعض إن الأحزاب لا تعمل في حالة الحرب، إذ لا تتوفر الظروف الطبيعية للعمل السياسي، وبالتالي يكون انعدام الفاعلية وغياب الأحزاب أمرا منطقيا. بالمقابل هناك من يرى أن الأمر تجاوز تأثيرات الحرب اللحظية، وإذا كان العمل الحزبي يتأثر في زمن الحرب فعلا، فإن المنطق يفرض أيضا بقاء العمل الحزبي كجهد موازن فاعل لإنتاج خيارات بديلة. يرى هؤلاء أن الحرب لم توقف فقط العمل الحزبي، بل باتت تشكل البيئة الحزبية وتؤثر في خيارات مستقبلية لبعض الأحزاب. إن طول فترة الحرب وانسداد الأفق أمام نهاية سريعة للأزمة اليمنية يحتم استعادة الأحزاب لفاعليتها لإنتاج حلول سريعة لواقع مريع يزداد سوءا كل يوم. لكن الملاحظ أن الأحزاب بدلا من ذلك تزداد ابتعادا عن هذا الهدف، لتصبح هي ذاتها أحد أسباب الإعاقة القائمة، أو هكذا يرى البعض. للنقاش سيكون معنا من الصنبور أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء البروفيسور عبد الباقي شمسان، ومن القاهرة عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أسعد عمر. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بالسؤال المشترك، وأبدأ معك سيد عمر. إذن عام خامس من الحرب، فيما لا نكاد نسمع للأحزاب السياسية صوتا إلا في مجال الصراع فيما بينها، أين هو الخلل من وجهة نظرك؟ سيد عمر، إذا أوجه سؤالي إلى ضيفي الآخر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء بروفيسور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، يعني عام خامس من الحرب فيما لا نكاد نسمع للأحزاب السياسية صوتا إلا في مجال الصراع فيما بينها، أين الخلل برأيك؟ هو طبعا الأحزاب السياسية ارتكبت خطأ استراتيجي قبيل الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني، عندما ذهبت منفردة في الوقت الذي كان يتوقع منها الشعب اليمني أن تكون كتلة محافظة على اللقاء المشترك ككتلة تاريخية، لكن أيضا اتضح أن اللقاء المشترك كان مخترق، وكان هناك جماعات وأحزاب دخلت في اللقاء تكتيكيا، وهي الأحزاب التي الآن تعبر عن الحوثيين كحزب الحق واتحاد القوى الشعبية، كما أن عدد من الشخصيات السلالية قد توزعت في جملة الأحزاب، المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي والحزب البعث وكل الأحزاب السياسية. نحن أمام استراتيجية تكتيكية، لكن هذا لا يعفي الأحزاب السياسية من القيام بدورها. إذن هنالك يعني تكتل كان بعض الأعضاء أو المكونات فيها كان تكتيكيا، وهناك انتشار للجماعات السلالية في الأحزاب، لكن أيضا السلطة الشرعية لم تستفد من وجود الأحزاب السياسية في مجالها الحزبي. قامت بإصدار قرار بتعيين كل أمناء الأحزاب مستشارين لرئيس الجمهورية بهدف إيصال رائع للرأي العام أن السلطة الشرعية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني هم واقفين ضد الانقلاب، إلا أن هذا كان خطأ استراتيجي نظرا لأن يعني التماسك بين السلطة الشرعية والأحزاب السياسية
يضعف السلطة الشرعية كما يضعف الأحزاب، لأنه جعل المعركة بين الانقلابيين والسلطة الشرعية ومن خلفهم الأحزاب، بينما كنا نحن بحاجة إلى سلطة شرعية وأحزاب سياسية ومؤسسة مجتمع مدني. ليس بالضرورة أن يكونوا متموضعين في جهة واحدة، ولكن في حق واسع. هناك من يقوم بدور الاقتراح والاحتجاج، وهناك من يقوم بالمناورة. هذا خطأ الاستراتيجي الأول، ويمكن لي أن أتحدث عن أخطاء استراتيجية أخرى إذا ما زال معي وقت أو سنتقل. طيب دعني أنتقل قبل ذلك، قبل الحديث عن بقية النقاط التي لديك، دعنا أنتقل إلى ضيفي الآخر سيد أسعد عمر، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الذي انضم لنا عبر الهاتف من القاهرة. أرحب بك سيد عمر، وأسألك السؤال المشترك في البداية. هو عام خامس من الحرب، لا نكاد نسمع للأحزاب صوتا إلا في مجال الصراع فيما بينها كما يبدو، أين الخلل؟ أولا مساء الخير، التحية لك وللدكتور عبد الباقي ولكافة المشاهدين من خلالك. أهلا وسهلا. طبعا نحن نتحدث عن أنا لم أسمع ما دار في بداية هذا البرنامج، لكني سأنطلق من النقطة التي ابتدأ فيها السؤال. بالنسبة للأحزاب والتنظيمات السياسية، عادة هو يجب أن نعي الظرف الذي تعمل خلال هذه الفترة، وهو ظرف عسير جدا يتجاوز كل قدرات المؤسسات التي تسلك اللي هو العمل المدني، والذي يعتبر هو وسيلتها الوحيدة في التعبير عن آرائها، وفي أيضا تمثل المواقف التي تعبر عنها. يعني هي مشكلة الحرب الآن فقط هي التي جمدت عمل الأحزاب؟ نعم، حالة الحرب، الحالة التي تعيشها اليابان تجاوزت قدرات الأحزاب. الأحزاب مؤسسات مدنية، وحينما تنطلق البنادق والمدافع والصواريخ تكون الأصوات والمؤسسات يعني السياسية بشكل عام عاجزة أن تقوم بالدور الذي يعني تتمثله وتقوم فيه عادة في زمن السلم. طيب لماذا إذن في مناطق أخرى أو في مجالات أخرى نسمع صوت هذه الأحزاب؟ هناك جدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الحزب أو ذاك، حول ما يقال أنه تفرد حزب معين مثلا في السلطة، وبالمقابل تأييد أحزاب أخرى لأطراف خارج سياق الدولة، أو على الأقل تواطؤها معها أو تعاونها معها. أنا لم أقل أن الأحزاب غابت تماما، أنا قلت أن الأوضاع تجاوزتها بشكل كبير. الأحزاب لا تزال تمارس دورها السياسي، لكن دورها السياسي وسط هذه المعمعة التي نعيشها، وفي خضم يعني تداخل حجم القوى سواء على مستوى الداخل والخارج، وتنوع أشكال الصراع الدولي والإقليمي والوطني. هذا كله يجعل موضع الأحزاب هنا ضعيف جدا. ما تتحدث عنه يتعلق ببعض الجوانب التفصيلية أو الجزئية التي للأسف الشديد يعني قد نلتمسها هنا أو هناك، وهي واحدة من يعني هي جزئية أو واحدة من المشاكل الجزئية، لكنها تمثل مشكلة معطلة أو تسيء لدور الأحزاب للأسف الشديد. دكتور عبد الباقي، إذا هي الحرب التي وضعت الأحزاب في هذا الموضع، هي التي فرضت، يعني طبيعة الحرب هي التي تفرض يعني تموضع الحالة المدنية بشكل عام، وقصر الحالة المدنية بشكل عام، وقصر فاعليتها على الأقل خلال هذه الفترة، ما رأيك؟ دعنا نناقش بمقاربات موضوعية. هناك يعني أخطاء استراتيجية تمت. نحن الآن بعد 4 سنوات لنا حديث آخر. غياب الأحزاب الآن، نحن سنتحدث بعد قليل ما هو البديل، لكن عندما تكون السلطة الشرعية ضعيفة وتابعة لدول التحالف، وعندما يكون حزب الأممية مثل الحزب الاشتراكي قاعدته الجماهيرية منقسمة، ويتحول من حزب أممي إلى حزب قروي ومناطقي، وعندما يتحول الحزب الناصري إلى حزب يبحث عن المنافع، وعندما حزب الإصلاح يتقوقع حول ذاته ولا يستطيع الانفتاح على الآخر، فنحن أمام كارثة. هناك حزب الاشتراكي، هناك قاعدة جماهيرية تريد، يعني لا يستطيع أن يعني تخسر قاعدته الجماهيرية في المناطق الجنوبية وفي جغرافية النشأة الأولى.
هناك الحزب الإصلاح متقوقع حوضته رغم حضوره الجماهيري ومغلق، ما زال لم يتدرب على الانفتاح وكيفية إدارة الزمن الانتقالي. هناك الحزب الناصري حتى الآن يبحث عن مكانة وعن منافع، وهذا خلق له خصومة. هذا العنصر يعني محسوب كأحزاب سياسية خلال السنة الأولى من الحرب، خلال السنة الثانية من الحرب، لكن بعد 4 سنوات حزب المؤتمر الشعبي العام تكتل ديموغرافي، ليس حزبا بمعنى ملتقي حول المرجعية، بل مجموعة من الجماعات، هناك منها الوطني ويمكن تأطيره، ولكن كانت جماعات تقاد من أعلى الهرم. وبالتالي نحن الآن كان بالإمكان إعادة ترتيب الحزب المؤتمر الشعبي العام كحزب متشظي، ويمكن الاستفادة من الجماعة الوطنية في إطار المشروع الحوثي. يمكن أيضا للحزب الاشتراكي اليمني أن يتحرك وأن يقوم بتشجيع مجموعة من الشباب لتأسيس كيانات تتلقف وتستوعب الجماعات التي خرجت عنه. وكان بالأحرى بالإصلاح أن ينفتح عمل آخرين ولا يصبح جسما مغلقا. الآن بعد 4 سنوات من الحرب المعركة تغيرت، الأحزاب السياسية يمكن لها أن تلعب. نحن الآن بعد أن 4 سنوات من الاحتراب، وهنا خطر على الجمهورية اليمنية والنظام الجمهوري، هناك دول التحالف أصبحت مسيطرة على يعني صادرت حق السلطة الشرعية الأصيل في ممارسة السيادة، سيطرت على الموانئ والممرات وقسمت الجغرافيا. أعتقد المرحلة القادمة ينبغي أن يكون لدينا تزاوج بين العمل الحزبي بعد إصلاح ما تحدثت عنه سابقا، والعمل إلى العمل الجبهوي. لابد من جبهات وطنية لاستعابة الجمهورية، جبهات وطنية يكون من أطرافها أحزاب سياسية لها جناحات سياسية وجناحات عسكرية لاستعابة الجمهورية، لأن ضعف السلطة الشرعية وتبعتها لم يعطي خيارا لبقاء الأحزاب فاعلة. علينا أن نحافظ على الأحزاب، ولكن لابد من عمل جبهوي يستعيد بجناحيه، أقول بجناحيه العسكري والسياسي، بحيث يعمل معادلة إضافة إلى الجبهات السياسية المدنية المسالمة. لأن الآن لدينا إحدى دول التحالف السعودي الإماراتي، وحتى التحالف السعودي له أطماع في المنطقة الشرقية، والإمارات تمارس دورا احتلاليا غير معلن ورغم أنه ممارس. وبالتالي الأحزاب السياسية بأشكال عملها المدني لا يمكن لها أن تحدث فارقا، خاصة أنها تابعة ماديا، وحتى قيادتها قاطنة في جغرافية دول التحالف. ما رأيك سيد عمر؟ ما قاله الدكتور أنا أشاطره الرأي في كثير من ما طرحه، لكني ربما لن ألتقي معه في مسألتين. المسألة الأولى هي كانت ملاحظة تجاه الأحزاب، ربما يكون يعني قد جانب في بعضها الصواب، ولكن في الأخير ربما هذا هو من باب أنه كان مؤمل من الأحزاب السياسية أن تقوم بدور مهم في هذه المرحلة، وأنا أشارك هذا تماما. لابد أن نعي أولا أن أول جزئية ثانية ما هو متعلق بالجناح العسكري أو أن يكون هناك جناح سياسي وجناح عسكري. نحن نرى أنه لا يجب أن يكون تحت إدارة أي حزب أجنحة عسكرية، لأنه حينها سيكون حزب يمتلك ميليشيات، وربما هذه هي واحدة من الإشكالات التي نعانيها اليوم. نحن بحاجة حتى لو فرضت الحرب ذلك، يعني نحن نتحدث الآن وأنت تقول قبل قليل أن الحرب فرضت واقعا على الأحزاب. نحن نتمثل الدور الشرعية، ولدينا مؤسسات في الشرعية، لدينا مؤسسات الجيش والأمن، وكان لدينا المقاومة الشعبية التي صدرت قرارات رئاسية باستيعابها ضمن مكونات الجيش والأمن. وكما قال الدكتور أنه بعد 4 سنوات ينبغي أن يكون لنا دور مختلف، هذا الدور المختلف يتجه أو يجب أن يتجه باتجاه استعادة مؤسسات الدولة، إعادة بناء الجيش والأمن وهيكلته بما يعزز من أداء مسؤوليته في هذا الظرف، لأننا أمام استكمال مرحلة التحرير ولسنا أمام حرب شاملة. وبالتالي لابد أن ينصب يعني اهتمامنا في هذه المرحلة
في إصلاح كافة الاختلالات التي نشهدها في جبهة الشرعية، سواء في يعني طريقة إدارة الدولة، في مسألة الشراكة والتوافق، في مسألة بناء المؤسسات، وأيضا يعني إشكالات الفساد والاستئثار بالقرار والاستئثار بالمناصب وغيرها من الاختلالات التي للأسف الشديد ربما هي اليوم تشكل مصدر انتصار الحوثي علينا في 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 إمكانية أو يعني في استمرار السيطرة على المناطق التي فارض القوة فيها على أبنائها وخاضعها بقوة السلاح. طيب سيد عمر، في نقطة تحدث بها دكتور عبد الباقي شمسان وربما لم تسمعها بشكل واضح، تحدث عن أن هو لاحظ أن عملية تعيين الأبناء العامين للأحزاب كمستشارين لرئاسة الجمهورية هو أمر يعني لديه عليه ملاحظات، وهناك حاجة للفصل ما بين الشرعية وما بين الأحزاب، يجب أن يكونوا بعيدين عن الشرعية لفاعلية أكبر في هذا السياق. كيف ترى مثل هكذا خطوة؟ يعني أنا معني اليوم بالدفاع عن كافة الأحزاب، أو بالأصل أو يعني بشكل أوضح بإيضاح موقف الأحزاب ودورها. طبعا الحزب الاشتراكي لا يوجد لديه أمين عام في الهيئة الاستشارية، الأمين العام ليس ممثلا فيها. الأمر الآخر أنه كان المؤمل بالأحزاب في هذه المرحلة هو أن تقوم بدور المؤسسات الغائبة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة. طبعا الشرعية، نحن يعني الأحزاب هي جزء أساسي في إطار الشرعية، لأن الشرعية دستورية وتوافقية، والأحزاب كما تعلمون كانت موقعة على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ويعني المرحلة الانتقالية كانت مبنية على التوافق. كان ينبغي للأحزاب أن تؤدي دور المؤسسات الغائبة، خاصة في ظل غياب البرلمان، في ظل هذا الضعف الذي تعيشه كانت يعني مؤسسة الحكومة، حالة الاختلالات الحاصلة على مستوى المحافظات، وأيضا عدم انسجام مؤسسة الدولة. كان يمكن فعلا للأحزاب أن تقوم بهذا الدور، لكن للأسف الشديد حصل إخفاق. ربما هذا الإخفاق كان ناتج عن يعني جملة من الأسباب، سواء ما هو متعلق بوضعها الداخلي وما كان أيضا متعلق يعني بظروف الحرب. لكن لابد اليوم أن نتحدث بشكل آخر، يعني باتجاه وضع الحلول وباتجاه الدور المستقبلي للأحزاب السياسية. طيب دعنا نناقش هذه النقطة، يعني دعنا نناقش، أن تقول أن الأحزاب يعني العملية السياسية محكومة في التوافق، لذلك من الصعب تنفيذ هذه النقطة التي تحدث عنها الدكتور عبد الباقي. دكتور، سمعت ما قاله السيد عمر، كيف تعقب عليه؟ أولا هناك لبس، وفي يبدو لي في فهم ما قصدته. أنا لا أطالب الأحزاب السياسية أن يكون لها أجنحة عسكرية. أنا قلت يمكن للأحزاب، ونريد نحافظ على الدولة المدنية حتى الجماعات ما يسمى بالمنظمات الشعبية الداعمة للجيش الوطني، علينا أن ندرجها في إطار الدولة. لكن نحن أمام ضعف السلطة الشرعية، وأمام عدم وجود مؤسسات تشريعية، وعدم رغبة عبد الرب منصور هادي بعقد أو الدفع نحو عقد مجلس النواب بحيث تكون لنا مؤسسات تشريعية في حال لا سمح الله أصيب هذا الرئيس بأي مكروه، يمكن لنا أن نمر مرور أسلم، لأننا عندنا خصم وعندنا عدو استراتيجي والحوثيين، ولدينا إحدى دول التحالف تضع خنجرها في خاصرتنا غدرا. ولهذا أنا طالب. طيب هذا بالنسبة للنقطة الأولى. لا سمحت. نحن نطالب نحن الآن اليمن لديها خبرة منذ الأربعينيات في تأسيس الجبهات الوطنية وفي كيفية إدارة تحرير الوطن. نحن بحاجة إلى جبهة وطنية، ليس بالضرورة أن تكون الأحزاب لاعبا رئيسيا، ولكنها يمكن أن تدفع ببعض دعمها وقواعدها للانضمام في جبهات وطنية تحت مسمى الجبهة الوطنية لاستعادة الجمهورية والمحافظة على السيادة. هناك جمعيات أخرى وهيئات أخرى تدافع عن السيادة بشكل مدني، لكن نحن أصبحت السلطة الشرعية في اليمن عبارة عن شخص
رئيس الدولة، وهذا في سن حرجة وفي وضعية تبعية. لكن أليس هذا الوضع دكتور، يعني دكتور المبادرة الخليجية وما نمر به الآن يعني مرتبطان ببعضهما في نهاية المطاف؟ اليمن محكومة بالتوافق كما فهمت من كلام السيد عمر. يا عزيزي، المبادرة الخليجية كانت هي أول طعنات إيقاف التحول والانتقال، كانت وأد لعملية للثورة الشبابية في اليمن، كانت وأد لإحداث تغيير في اليمن. بالتالي نحن قبلنا للتخفيف من الكلفة المجتمعية على الشعب اليمني، لكن كان هناك مخطط إماراتي سعودي للسيطرة على الجغرافيا الوطنية. وانظر ماذا يحدث الآن، ميناء عدن تحت سيطرة الإماراتية، سوق قطرة تجنيس، يعني ميليشيات ما قبل وطنية، السعودية تقيم بمشاريع بعيدة عن السلطة الشرعية. لكن هل يمكن تجاوز مسألة التوافق السياسي دكتور؟ لو سمحت، يعني نحن لا نتحدث عن توافقات سياسية، على الكتلة التاريخية اليمنية أن تحدث تحول في موازين القوى، وأن تسحب المجتمع الدولي الآن عن طريق جريفيتس في ستوكهولم. وضع الأمم المتحدة في الجغرافية الوطنية اليمنية ستوكهولم أكبر كارثة على المستقبل اليمني، وأصبحت الأمم المتحدة موجودة في الجغرافية اليمنية وسحبت نصف الملف من دول التحالف، وربما على الأيام الشهور القادمة سوف يكون الملف بالكامل بيد المجتمع الدولي، بحيث أنه لا يمكن حسم المعركة. الآن الشعب اليمني ليس لديه غير رئيس في الرياض له 4 سنوات، سلطة شرعية افتراضية، برلمان لم ينعقد، وهناك 30 شخصية تقريبا توفات، وربما يتوفى أعضاء البرلمان بالكامل ولا نجد برلمانا آخر. قلنا لابد من وجود سلطة تشريعية تستطيع أن تمارس ضغطا. في حال ذلك علينا العمل نحو العمل الجبهوي في الداخل اليمني، مثل المرحلة الاستعمارية من الجبهة القومية وجبهة التحرير، يعني في إطار عقلاني وليس في إطار خارج عن الدولة. نحن في مرحلة تحرر وطني، هناك دول خليجية جاءت لإنقاذنا وإذا بها تحتل أرضنا وتصادر سيادتنا. هناك مؤامرة دولية، اليمن لديه من النفط ما يفوق دول الخليج، هناك أطماع في سوق قطرة، هناك أطماع في ميناء عدن. بالتالي هذا الشعب اليمني دون ليس لدينا غير رئيس الجمهورية ورئيس حكومة ليس له صلاحيات سياسية، فقط صلاحيات اقتصادية ومنقوصة. بالتالي وأحزاب سياسية في الرياض وتابعة لدول التحالف ماديا وأعضاء برلمان يستلمون مرتباتهم من دول التحالف، أين هذه الاستقلالية والسيادة؟ وهناك حراك جنوبي مدعوم من الإمارات لانفجار الجغرافيا إلى هويتين، وهناك صراع سني شيعي. علينا كحركة وطنية أن نتحرك في إطار المحافظة على الجمهورية والجغرافيا الوطنية في جبهة لا تختلف عن جبهة التحرر في الستينيات لاستعادة الجمهورية المهددة. طيب دعنا نفهم، يعني أمام الشعب، أمام الناس، أمام قواعد الأحزاب أيضا، سيد عمر، ما الذي يمكن قوله أن الأحزاب قد فعلت أو قامت بعمله في سياق محاولة إعادة البلاد إلى الدفة الصحيحة أو إلى الجهة الصحيحة خلال هذه السنوات الأخيرة؟ طيب، السؤال في محله فيما يتعلق في هذا الجزء. كانت الأحزاب السياسية قد أمضت وقتا طويلا في مسألة الإعداد أو لتشكيل تحالف سياسي يمثل جبهة عريضة تضم في طياتها مختلف القوات الوطنية، وكان قد أعدت كافة الوثائق الخاصة بهذا التحالف متمثلة بالوثيقة السياسية والبرنامج التنفيذي، وكان هذا البرنامج مرحلي، كان يفترض أن يتم إشهار التحالف ثم ننتقل إلى مسألة العمل على إنجاز البرنامج التنفيذي خلال فترة وجيزة. طبعا هذه الجهود للأسف الشديد توقفت في آخر لحظات، وينبغي يفترض أنه يعني خلال الأيام القادمة نمضي باتجاه استكمال هذه المهمة. نحن نؤمن، يعني نحن نتحدث عن جهود منذ عامين أليس كذلك؟ كانت قد أقرت منذ عامين.
هي نعم منذ عامين، وللاسف الشديد يعني نستطيع، هي طالت كثيرا صحيح، لكن لا زلنا نؤمل ان شاء الله انه نتجاوز المعوقات التي يعني حالت دون اشهاره في اقرب وقت. وما هي تلك المعوقات؟ والله هنالك معوقات متعلقه باوضاع بعض الاحزاب، هنالك بعض الارباكات الناتجه في علاقه الاحزاب مع بعضها البعض، وربما بعض الاطراف ايضا وجد فيها فرصه يعني لتحقيق بعض الامور، على اعتبار ان البرنامج التنفيذي سيكون مقيدا او ربما قد يمنع مسائل الاختلالات اللي هي حاصله بالذات ما يتعلق فيها بالتعيينات والسيطره وغيرها، وهنالك اختلالات مختلفه والجميع يتحمل مسؤوليه دون استثناء، يعني هنا انا لن اوجهها باتجاه طرف معين، الجميع مسؤولين عنه بما فيها اعلى مؤسسات الشرعيه، والتي ينبغي يعني ان وندعو الاخ الرئيس الى ان يدعم ايضا بشكل كبير خروج مثل هذا التحالف للاهميه الاستراتيجيه التي يمكن ان يلعبها في تشكيل الجبهه الوطنيه الجامعه التي نحتاجها كما ذكر الدكتور. يعني هل افهم من كلامك ان الرئيس هذه يعيق تشكيل او اعلان او اشهار هذا التحالف؟ لا انا لم اقول ان الرئيس هادي يعيق، وما اريد ان انبه له في هذه المرحله ان الرئيس هادي يمثل نقطه الاجماع، يعني كلنا مجمعين على شرعيته وعلى دعمه، وبالتالي انا ادعو الى ان نبتعد عن مساله مهاجمه الرجل او تحميله المسؤوليه، خاصه فيما فشلنا في انجازه، وهو جزء منا ويشاركنا في المسؤوليه طبعا دون استثناء، لكن انا ادعو الى ان يكون خطابنا أكثر اتزانا في هذه المرحلة، وبما يعزز اللحمة الوطنية ويدفع باتجاه إنجاح المهام التي تعثرنا في تحقيقها خلال هذه الفترة. الأخطاء كلنا غارقون فيها بلا استثناء، وكلنا نتحمل من المسؤولية، وكل واحد سيتحمل المسؤولية يعني، وكل واحد سيحمل من يعني ستكون مسؤوليته على قدر ما مارسه في الميدان، لكن ينبغي أن نتجه باتجاه توحيد اللحمة الوطنية، لابد أن نحسن من خطابنا الإعلامي لما يعزز هذا التماسك، ينبغي أن نتحدث أو أن نتجه للحديث بصراحة مع أشقائنا في التحالف وهم حلفاءنا بشكل أساسي، ولابد من مفاتحتهم والتعامل معهم بأشكال مؤسسية باتجاه إصلاح الاختلالات التي نشهدها في إطار التحالف، وحينما ننتقد كل الادوار او الاخطاء التي تحدث في الميدان ينبغي ان لا نميز بينما يتم سواء من قطر او من الامارات او من غيرها، نتحدث عنها من منطلق القضيه اليمنيه، لابد ان يكون خطابنا يمني ونشاطنا يمني وعلاقتنا معهم تبنى باعتبارنا يمنيين وهم اخواننا واشقائنا، ولابد من ضبط علاقتنا وفق الاسس المصلحه والتوازن، ولا نقلل هنا من دور الاشقاء في التحالف في دعم الشرعية. طيب حتى يعني لا يكون هناك لبس، ما هو الدور المطلوب من الرئيس وأن تقول أنه يجب أن لا يحمل كامل المسؤولية، ما هو المطلوب منه في هذه اللحظة؟ شوف، أولا الأحزاب السياسية سأعترف لك بأنها تتحمل جزء كبير من المسؤولية لأنها أضعفت نفسها إلى حد كبير، قبلت بحالة من التهميش والاستبعاد، ربما قبلت بتهميش بعضها البعض والى الى الى غير ذلك من الاخطاء، هذه كلها احنا الان بحاجه الى ان نتجاوزها ونخرج من هذه الحاله ونتعامل وفقا لمستجدات المرحله، واخر ما توصلنا اليه الوضع الحالي لا يليق يعني لا ليس في مصلحتنا جميعا، ينبغي ان نترفع عن الصغائر وان لا نغرق في الجزئيات ونتطلع عليها، وان نتجه صوب القضايا الاساسيه والرئيسيه، هذه المرحله محكومه بمخرجات بالمرجعيات الأساسية المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية وقرارات مجلس الأمن، وهذه مسائل محل إجماع، وما يجمعنا جميعا نحن نمتلك مشروع وطني يعني يمثل نقطة الإجماع ويحظى بالدعم الدولي، وهذا متمثل بمخرجات الحوار الوطني، وينبغي أيضا أن يعني يليه اللي هو مسودة الدستور والتي ينبغي أن نعزز الآن العمل عليها والحديث عنها باعتبارها ستمثل خلاصة ما سيتم التوافق عليه لإدارة المرحلة القادمة، لكن أيضا ينبغي أن نعزز من تحالفنا الوطني وتماسكنا من أجل هزيمة الحوثي حتى ننتقل إلى المرحلة التالية
وهي مرحلة إحلال السلام في يعني اليمن. وهي المسألة كيف يمكن أن يتم ذلك وربما أو بغيره لا يمكن أن نصلى ما لم يتم هزيمة الحوثي عسكريا. نعم، طيب دعني أنقل هذه النقطة يعني باعتبار ما تفضلت به، دعني أسأل دكتور عبد الباقي الشمسان. دكتور، يعني يتم انتقاد الأحزاب، يتم تحميلها ربما أكثر من اللازم، وهي في الواقع كما يبدو ليست سوى انعكاس للمشهد القائم، وضع الحرب في البلاد وحالة يعني ربما الاستقطاب الحال يعني الموجود. كيف تطالبون يعني من الأحزاب العمل في ظل بيئة استقطابية كهذه، في ظل اشتباك إقليمي حاد، أيضا أجندات دولية ليست بخافية على أحد؟ لو سمحت دعني أعطيني بعض المساحة لي يعني أوضح الفكرة جيدا حتى لا يكون هناك ضبابية لدى المشاهد اليمني. تفضل. نحن مع الرئيس عبد الرب منصور هادي، ورغم النقد الشديد إلا أن هذا الرجل جزء من كارثتنا، لكن نحن مع السلطة الشرعية بأنها مرور آمن، لكن هذا الرجل لم يقوم بدعم عقد مجلس النواب بحيث تكون لدينا سلطة تشريعية ولدينا مرجعيات، لم يقوم بدعم الأحزاب السياسية وإبعادها عن دول التحالف، كثير عندهم الأخطاء، رجل بطيء اتخاذ القرار، كل سياسته ردود أفعال ليس استراتيجيات إلى آخره. بالنسبة للحديث الآن عن أشقائنا في الخليج، هذا خطاب يعني قد يؤدبنا إلى تشخيص خاطئ. نحن الآن أمام سياسة دول التحالف أصبحت هي التي تتحكم في الجغرافيا وتعيد تشكيل الهوية الوطنية وتبعث الجيش الوطني وتحدد مصيرنا وتطلعاتنا، وهي تحدد الحرب والسلام إلى آخره، وهذا خلل بنيوي لا يمكن علاجه بالحوار، هذا يتم علاجه بالقطيعة وفك الارتباط. هذا كلام. لكن ألم يكن الاستقطاب الإقليمي والتأثير الإقليمي ربما وحتى ربما أحيانا دولي حادثا منذ فترات طويلة ليس فقط الآن، ربما الآن تزايد بسبب الحرب؟ طيب احنا متفقين، أحزاب سياسية قادت عملية المبادرة الخليجية بكارثة وطنية عندما جددت شرعية علي عبد الله صالح. أحزاب سياسية الشعب اليمني سلمها مصيره، والشباب اليمني سلمها مصيرها وتطلعاته، وإذا بهم يوقعون بمبادرة خليجية جددت شرعية صالح ومنحته نصف السلطة ونصف الحكومة، وهو بنفس الوقت يمتلك السلطة الواقعية. ثم هذه الأحزاب السياسية اخترقت عن طريق اللقاء المشترك، هذه الأحزاب أصبحت تبحث عن مصالحها. نحن أحزاب سياسية خمس سنوات لم تستطيع أن تعيد تنظيم ذاتها، أو يصبح الوطن هو همها الأول وغير مصالحها الشخصية. أنا أقول هذه الأحزاب تتحمل مسؤولية كبرى. عبد الرب منصور هادي لديه أخطاء استراتيجية، الأحزاب السياسية عندها الآن فرصة تصلح هذا الخطأ بحيث أنها تحافظ على الأحزاب السياسية ككيانات للحفاظ على مكتسباتنا القليلة الوطنية والمدنية والسياسية، لكن يمكن لها أن تعطي دعم غير معلن لتشكيل جبهات داخلية وطنية لاستعادة الجمهورية، لأن الحوثيين الآن سيطروا، خلوا بالكم، سيطروا على مؤسسة الدولة، قاموا بصهر قطاعات العسكرية والأمنية والاستخباراتية التابعة للرئيس السابق صالح في إطار مشروع مليشاوي، سيطروا على الجغرافية وأصبحوا سلطة واقعية، لدينا دعم إماراتي للحراك الجنوبي فك الارتباط. هل نحن نعول على أحزاب سياسية غير موجودة في الجغرافيا اليمنية؟ كيف يمكن نعول على أحزاب سياسية لا تستطيع التحرك في العالم؟ بالتالي الحديث عن أشقاء عرب، نحن الرئيس عبد الرب منصور هادي، نحن لا، أنا أوجه نقد له شديد، لكن البديل الحوثي، نحن لا نريد البديل، لكن نحن نحفز هذا الرجل أن يدعم الأحزاب السياسية وأن يوجد كتلة تاريخية في الداخل اليمني. اثنين، حتى الآن الحزب الاشتراكي اليمني، هذا الحزب الأممي، أين هو الآن يتحرك؟ أين حزب الإصلاح يتحرك في الجغرافيا؟ أين الناصري؟ لماذا الأحزاب المتماسكة والخطيرة هي أحزاب الحوثيين؟ هل تسمعني؟ نعم أسمعك بشكل واضح دكتور. والصورة موجودة، يبدو لي الصورة ضاعت عندي. طيب. تفضل دكتور.
ايوه، اذا نحن امام يعني اخطاء استراتيجيه كبيره، علينا ان نعالجها بموضوعيه وبما يسمى بكشف الجراح. الرئيس عبد الرب منصور هادي عليه ان يعيد سياساته في المتبعه وان يسعى الى يعني الذهاب للداخل الجغرافي، عليه ان طيب. يدفع الى نعم دكتور. عقد جلسه مجلس النواب، عليه ان يفصل الاحزاب وعلى الاحزاب السياسيه ان تشجع قواعدها بالانخراط في جبهات وطنيه لاستعاده الجمهوريه. طيب في هذا السياق دكتور، يعني دعني اسال السيد عمر هنا حول نقطه، ربما كثير الان من الشباب من يجد ان دور الاحزاب القاصر هذا بات غير مقبولا، وفي نهايه المطاف يشاهدون الاداء لدى ميليشيات الحوثي، يقولون انه في نهايه المطاف الاستجداء بالقوه ربما هو حل انجع وهو الحل المناسب الان. بداوا يمكن القول ان يكفرون بفكره العمليه السياسيه والاحتكام للاطر المدنيه في سياق الحل. ما هي الرساله التي توجهها سيد عمر لهؤلاء؟ لا، لابد اولا ان نتنبه لخطوره استهداف الاحزاب والتهيئه لافكار من شانها ان تدفع باتجاه القضاء على ظاهره التعدديه السياسيه في اليمن، وهذه ولابد ان نعي بان الاحزاب السياسيه تمثل اساس من اسس النظام الديمقراطي الذي هو ايضا اهم اسس النظام الجمهوري، والاحزاب السياسيه هي اهم ركيزه في هذا العمل، وبالتالي اي خطاب من شانه ان يذكي يعني خصومه تجاه الاحزاب ويهيئ سيكون البديل للاحزاب ماذا؟ عباره عن دخول في صراع طائفي ومناطقي وتشكل ميليشيات مسلحه ستكون هذه هي البديل. نحن يجب ان نعي، نحن بعد 4 سنوات من الحرب وبعد تحرير جزء كبير من البلاد من الانقلاب، وهنا ينبغي ان نتجه باتجاه خطاب اخر من شانه نعم ان يحمل الاحزاب السياسيه المسؤوليه وان يطلب منها ان تتحمل مسؤوليتها بان يكون لها الدور المسؤول والمناسب مع هذه اللحظه، وان تتجاوز يعني الوقوع في التفاصيل التي من شانها ان تفرقنا او تمزقنا في هذا الظرف. ينبغي ان نتجه باتجاه الدفع نحو ان تعاود كافه المؤسسات المدنيه لدورها ولتؤدي واجبها في اطار استعاده مؤسسات الدوله ويعني استعاده سلطه الدوله على كامل المحافظات وانهاء الانقلاب. اما فيما يتعلق بالجانب الاخر من السؤال، فحقيقه لا يمكن ان نصل مع جماعه الحوثي الى اي اتفاق او الى اي تسويه سلميه أو إمكانية أن يلتزموا لتنفيذ أي اتفاق من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها أو غيرها من القرارات الدولية ما لم يتم هزيمتها عسكريا، لأنها متى ما وجدت نفسها تتمتع بقدر من القوة لا يمكن لها أن تستجيب، بل للأسف الشديد ما أنا المسؤول في هذا الوضع هو استهتارها بالمجتمع الدولي وقراراته. طيب في سياق دكتور سيد عمر عفوا، يعني الآن هناك كثيرون ممن يقولون أن لو كانت قيادات الأحزاب في الداخل ربما كان الأداء سيختلف تماما، هل يعني أنتم تجرون عملية نعم تقييم نعم ذاتي أنا في أنا هذا السياق بالتحديد؟ أنا أؤيد هذا الكلام وربما كلنا مقتنعين بذلك، ولا بد أن نعمل أيضا وأن نضغط من أجل عودة قيادة الأحزاب وكافة مسؤولي الدولة للعمل من الداخل. فقط في نقطة أريد أن أنبه لها، المجتمع طبعا كل الأشقاء الذين شاركونا في التحالف طبعا هم لم يأتوا هكذا بشكل يعني من باب لديهم مصالح يريدوا أن يحققوها وغيرهم كذلك، حالة التدخل والاستقطاب الدولي موجودة، ينبغي أن نتحدث عن تركيا عن قطر عن إيران إضافة إلى غيرها من الدول، لكن مصالحنا ينبغي أن ننظر لها أين هي، وهي بكل تأكيد ستكون مع أشقائنا الأقرب، ولا بد أن نعي أيضا الخطر الإيراني الذي أصبح يهدد المنطقة، هذا كله ينبغي ألا نسقطه من حساباتنا ونغرق في تفاصيل ربما أيضا للأسف الشديد قد ننجر إلى صراعات لا علاقة لنا بها، خاصة فيما يدور بين الأشقاء على مختلف دول الخليج، وهذه مسألة ينبغي أنا يعني أنبه لها سواء في إطار خطابنا الإعلامي أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما هو يعني ما أعتبره مؤثر جدا جدا على علاقة الأحزاب وتماسكها، لأن هنالك من يجرنا إلى خصومات وصراعات
بعيدا عن القضية الأساسية. هل يشمل ذلك ما يحدث في ربما في مناطق بداخل الجغرافيا المحررة أيضا من مناكفات؟ ما يدور في داخل الجغرافيا المحررة هو لا يخرج عن هذا بكل تأكيد، لكن ينبغي أن نتحدث عنه وأن نتعاطى معه بشكل أكثر فعالية عبر مؤسسات الدولة. ينبغي أن نتحدث فيه مع أشقائنا في التحالف ونناقش أيضا بشكل مؤسسي وندخل فيه يعني باتفاقيات بالتزامات معينة نتفق عليها ونتصارح فيها ونصلحها ونعمل على ضمان تحقيق مصالحنا جميعا في سواء يعني نحن وهم في اليمن وأيضا في على كابل الإقليم. بالعودة إليك دكتور عبد الباقي، كيف هو المخرج برأيك لأن تمضي البلاد بشكل جيد، أن تكون يعني نحو بر الأمان، أن يعني يكون للأحزاب فاعلية أكبر في سياق هذه عملية الانتقال هذه التي نتحدث عليها نحو بر الأمان، أو الحل الذي يمكن أن يرضي اليمنيين ويكون مناسبا لتطلعاتهم نحو دولة مستقرة آمنة مدنية إلى آخره؟ أولا الأحزاب التي كل همها المناصفة وكل همها حصتها من التعيينات لا يمكن لها أن تكون في مستوى تحديات الوطن. نحن مع الحفاظ على الأحزاب السياسية، نحن مع عدم المس بها للحفاظ على تراث الدولة وللحفاظ على مقومات الانتقال في المستقبل، لأنها الأحزاب السياسية انطلقت من الأربعينيات وهناك تجارب مختلفة وهناك تعددية. نحن لدينا رصيد، لا يمكن لنا أن نضحي بذلك. هذا عنصر أول. العنصر الثاني، إذا أرادت كان بالإمكان للرئيس عبد الرب منصور هادي أن يقوم بعنصرين. العنصر الأول، أنا أتحفظ على مفردة أشقائنا، كان من المفروض من البداية أن نتحدث عن الشركاء أو الحلفاء الخليجيين، كان هذا سيعطي لنا نوع من تقاسم المنافع. كلمة أشقاء كانت هي المنفذ لما نحن فيه الآن، لذلك الآن نحن في موقع خطير. عبد الرب منصور هادي لديه أخطاء، أولا عليه أن يقوم بالعودة للداخل، عليه أن يساعد في عقد البرلمان بحيث هذا يوفر لنا أمان بالحفاظ على الجمهورية في حال بحيث أن هذا البرلمان يمارس ضغوط على دول التحالف يتخذ قرارات في حال لا سمح الله جرى له شيء. هناك 25 مليون يمني بحاجة إلى انتقال سليم حتى لا يتم الحوثيين السيطرة. أيضا هذا عنصر مهم. دور الأحزاب دكتور حتى الأحزاب السياسية دورها الآن أن تبحث عن ما يسمى بإدارة الزمن الانتقالي، نحن معها. إدارة الزمن الانتقالي هذا يقوم بالاتفاق على مجموعة من الأهداف بعيدة المدى وكيفية التوافق حولها، ليس بالضرورة التفاصيل، لكن التوافق الحزبي هذا كان يمكن بالسنة الأولى بالسنة الثانية. نحن الآن أمام ضعف السلطة الشرعية، عدم انعقاد المجلس، انقلاب في صنعاء وانقلاب غير معلن في الجنوب. نحن بحاجة إلى إعادة الحركة لخلق توازن إلى الداخل اليمني عن طريق التكتلات التاريخية والجبهوية والمجتمعية، بحيث أنها لا تدمر الدولة ومقسماتها، لأنها ستكون بدعم الأحزاب لمرحلة تحرر جديدة. لأن الآن بعد سيطرة الإمارات وعدم قدرة الرئيس على العودة، سيطرة على مطار عدن، ميناء عدن، سوق قطرة، حضرموت، مليشيات، نخب، هذا كله لا يمكن حله بكلمة أشقاء، ولا يمكن لأحزاب سياسية تستلم مرتبات من السعودية أن تتحدث عن استقلال، سيظلوا أشقاء. إذا أرادوا تصحيح العلاقة عليهم أن يتحدثوا عن شركاء، هذه الشراكة بمقابل. لكن الآن نحن نتحدث عن إعادة العلاقة مع دول التحالف. إعادة العلاقة تقوم على عقد جلسة للبرلمان وتحريك الداخل اليمني جبهويا لتغيير المعادلة وإدخال وإيجاد حراك مجتمعي. غير ذلك الأمم المتحدة أصبحت مراقب دولي في الجغرافيا اليمنية. استوكهولم هي اتفاقية للجمهورية العربية اليمنية، وهناك في المستقبل يعني قرارات أخرى متعلقة بالشمال والجنوب. الأحزاب السياسية غائبة وغير فعالة. إذا كان حزب سياسي يحتاج 5 سنوات ليلتقي، نعم دكتور،
تطلعات الشارع اليمني، هذه أحزاب كرتونية. شكرا على تواجدك معنا أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء بروفيسور عبد الباقي شمسان، وأيضا من القاهرة عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني سيد أسعد عمر. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.